زين ممكن تسوين اذا رحتي مصر نفس ادوار الممثلات المصريات اللي قاعد يسوونها في جرأه؟ نو عشان مو بالضرورة، ترى مو الجرأة هي اللي تنجح، اكو وايد فنانات وايد نجوم بمصر وصلوا بدون هالشيء. منو يشبهك في مصر من الممثلات؟ يعني لو رحتي مصر انا ممكن امثل نفس نوعية ادوار الممثلة الفلانية. يعني شوف خليني اقول لك، الخط مثلا مال منى زكي بالنسبة لي انا، منى زكي يعني هي فنانة جميلة مبدعة محترفة وما اتجهت الى ادوار جريئة مثلا، خلينا نقول حتى بنسبة 30%، يمكن سوت مثلا بس فيلم شهرزاد هو اللي كان فيه بعض من الجرأة وهم مو وايد، وما شاء الله هي اليوم شنو من نجمات نمبر 1 بمصر. فمو بالضروره ان الواحد يتجه للجرأة عشان ينجح. بس شفتي مسلسلها القبة؟ يعني افراح القبة او القبة كان طالعه بدور راقصه، ممكن تسوين كذي؟ ما احس لا. هي كانت طالعه دور راقصه بس بملابس محتشمه. ايه؟ بس انت ممكن تسوين كذي ان دور راقصه بس بملابس محتشمه؟ شوف يعني ما راح اقول لك ما فكرت فيها، بس نهائيا مو حابه اتجه لهالسايد هذا، لانه مو عشان شيء، بس انا تربيت بالكويت بيئه هني احترم عاداتها وتقاليدها، حتى اذا رجعت حق بلدي بمصر واشتغلت هناك هم للحين ما يعني مو حابه ان انا اخسر جمهوري الخليجي اللي تعودوا ان هم يشوفون نور الغندور بهذه الصوره اللي مو متجهه للجرأه عشان تعجبنا، لا هي في شيء هي حابه تقدمه بطريقه حلوه ونظيفه والناس حابينها كذي. اوكي لا خلاص تمي بالكويت. راح اروح مصر وراح انجح وبدون جرأه. بشوف انا بتحدى. اوكي اوكي اوكي. اغلب الممثلات لازم يكون في جرأه في مصر. لا 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 مو صحيح. اذا الحين بالخليج في جرأه قام يصير. ما عليه ما عليه، يمكن خلينا نقول ممكن اتجه للجرأه في طرح الماده، ولكن مو يعني انا ما افضل نهائيا الجرأه بالخلاعه بالملابس والاشياء. لا لا انا مو قصدي كذي، انا قصدي بالدور. يعني شنو مثلا مدى الجرأه اذا في مثلا يعني هو مستويات بعد يعني بحر ما نروح للليفل العالي. اي بحر بحر كبير.